عندنا كيكه النهارده حلوه، بس يا رب تعجب حضراتكم. عندي كوب ونصف دقيق يعني 190 جرام، رشه ملح، بيكنج باودر، سكر، ثلاث بيضات يعني سمنه خل مش رشه خل، كيس فانيليا، سكر 315 جرام، وعندي لبن 175 جرام، عندي زيت بقى وعندي زبده وسكر على الوجه وعصير البرتقال. طب عصير برتقال على الوجه ولا جوه الوجه؟ بنحط الاول البيض مع اللبن مع السكر يعمل فوم، وننزل بالتدريج. ده البيض الاول اهو، ننزل انا عايز الزبده تسيح مع الخليط كله. الله يا بلادنا، الله بجيشك والشعب معاه. بيتوجع دماغك دلوقتي؟ الله يسامحك يا ابني، الله يسامحك، الله يسامحك يا حبيبي. طبعا هنحطها على درجة مئوية 180 درجة مئوية، وهنحطها لمدة 20 دقيقة.